بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. قال لوقا البشير: كان جموع كثيرون سائرين مع يسوع، فالتفت وقال لهم: إن يأتي أحد إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضاً، لا يقدر أن يكون لي تلميذا، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. فمن منكم يريد أن يبني برجا ولا يجلس أولا فيحسب نفقته إن كان عنده ما يكفي لإكماله، لئلا يضع الأساس ويعجز عن إتمامه، فيبدأ جميع الناظرين يسخرون منه ويقولون: هذا الرجل بدأ ببناء وعجز عن إتمامه. أو أي ملك ينطلق إلى محاربة ملك آخر مثله ولا يجلس أولا ويفكر هل يقدر أن يقاوم بعشرة آلاف ذاك الآتي إليه بعشرين ألف؟ وإلا فما دام ذاك بعيدا عنه يرسل إليه وفدا يلتمس ما يقول إلى السلام. هكذا إذن كل واحد منكم لا يتخلى عن كل مقتنياته لا يقدر أن يكون لي تلميذا. جيد هو الملح، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يعاد إليه طعمه؟ فلا يصلح للأرض ولا للمزبلة فيطرح خارجا. من له أذنان سمعتان فليسمع. حقا والأمان لجميعكم. من كف مسيرتنا مع ينبوع الحياة إخوة الأحبة بالأسبوع 13 من زمن العنصرة يوم السبت، وعم نقرأ بالفصل 14 من إنجيل قديس لوقا الآية 25 للآية 35. هون يسوع بكون عم بيختم من بعد العشاء اللي انعزم عليه وماشي مع الجموع، بيطلع فيهم وبيقول لهم: بدكم تكونوا أنتم تلاميذ لإلي؟ أهلا وسهلا، بس في شغلة لازم تعملوها، بدكم تبغضوا أهلكم، بيكم وأمكم وإخوتكم ومرتكم وولادكم حتى نفسكم. شو هالطلب الجريء يلي عم بيطلبه يسوع؟ إنه معقول عم بيطلب من الجموع وهو بحاجة إنه يجمع حوله ناس، عم بيجمع تلاميذ وعم بيجمع 12 رسل 12 وعم بيحاول يجمع أكتر، بيجي بيقول لهم هيك؟ أكيد في ناس كتير تركوه. شو عم بيحكي؟ كيف بدي أبغض أنا أهلي وأترك كل شيء تكون تلميذ لإله؟ لا، وبيزيد بيقول: ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. وهن بيعرفوا كتير منيح شو يعني الصليب، هن يلي طهدوا كتير وانصلب كتير منهم وشافوهن على كل طرقات بمدينتهم، شافوا مصلوبين، بيعرفوا شو يعني الصليب، يعني الموت. شو عم تطلب يا يسوع؟ عم تطلب إنه نموت معك؟ إنه نتقبل الموت؟ نترك كل شيء؟ هيك ساعتها مكون تلميذ لإلك. شو كان هالطلب جريء من الرب يسوع؟ وهيدا دليلي على قديش كان هو قائد، عارف شو بده يعمل وعارف لوين واصل وعارف شو بده. ما إجا يزعبر على العالم يعدن بأشياء ويصير يلعب على مشاعرهم تيكونوا معه آخر شيء بيكلوها الضرب مدري شو بيصير فيهم. لا، من الأول كان واضح بدك تمشي معي، بدك توصل تتبغض أهلك. وهالطريقة إنه كره أو بغض بهالمطرح هيدا، مش إنه يسوع هو رجل السلام رجل المحبة عم بقلنا بكون تبغضوا بعض أهلكم، أكيد مش هيدا الأصل الدغري من النص. بينما القصد هو لهالدرجة بدك تكون أنت لاحق الرب يسوع، بيكون هو أولوية. ما فيك تحط عائلتك أولوية، ما فيك تحط حدا تاني أولوية. بدك تمشي ما فيك تحط حتى ذاتك أولوية، بتحطه هو الأولوية. ساعتها بتتجلس الطريق وكل شيء بيلحقه معه. ساعتها من خلال الرب يسوع بتحب أهلك وبتساعدهم، من خلال الرب يسوع بتحب عائلتك مرتك ولادك، من خلال الرب يسوع بتحب إخوتك، بتحب مجتمعك، بتحب وطنك، من خلال الرب يسوع بتحب ذاتك. ساعتها بتتغير النظرة، نظرة الحب بتتغير. لأنه إذا من دون الرب يسوع عم نحب أهلنا، أيام بتكون حب بس لأنه هني أهلنا،
في مصلحة بالدق. أيام بنكون الحب للمرأة للزوجة أو الزوج والزوجة بيناتهم حب بس مشاعري، بينما وقت يدخل الرب يسوع وهو يصير أولوية من خلاله عم نحب، بتغير النظرة للكل، بتصير محبة مجانية مثل ما كنا عم نحكي عنها، محبة حقيقية عم تنزرع. قديش مهم اليوم إذا منكون تلميذ للرب يسوع، والتلميذ هو يلي عم بيتعلم من الرب يسوع يكون هو المعلم الوحيد، هو المعلم الوحيد وما عم نستقي من غير ينابيع، هو الينبوع الوحيد لإلنا. هيدا ساعتها دليل إنه إحنا عن جد بنكون تلميذ لإله. بيجي الشق الثاني، بدي أحمل الصليب وأتبعه. بدنا نحمل الصليب ونتبعه، كتير واضح وما في مبرر أو عذر لإله. بتكون تلميذ بدك كمان تحمل معي الصليب، مش بس تلميذ تتعلم بس النظريات، بدك كمان تكون بالعمل تلميذ لإلي. هيدا بيكون الدعوة، ختام الدعوات، يمكن عم بيدعي وعم بيعطي أمثلة للدعوات، هيدا بيختم فيها بيقول لهم عن جد بدكم تتبعوني، هيدا هو المشروع، أهلا وسهلا فيكم إذا بتحبوا، إذا ما حبيتوا ساعتها وأكيد فلوا عنه كتير ناس بيكون ما تقبلوا هالحكي هيدا. تيكفي وتيشرح لهم شو أهمية هالتلمذي هاي، بيعطيهم مثل بناء البرج وأيضا مثال الملك اللي عم بيقاتل، وبيستعمل كلمتين بيقول مش معقول حدا يبلش يبني جرس وما يقعد برج وما يقعد قبل أن يجلس ويخطط، وما في ملك بيروح على حرب قبل ما يجلس ويخطط. فبيطلب إنه نقعد، الجلوس يعني الراحة والتفكير والتأمل وفهم مشروع الله، مش ندب حالنا دب مدري كيف، لا، بدنا نفهم قبل شو عم بيصير، نفهم كلمته، نستقي منه، نقعد معه. هيك ساعتها بحسب إذا أنا عن جد بدي يكون تلميذ لإله، مش بس شعوريا وبتنطفي بعد فترة، لا، أنا قرار أخدته بدي أتبعه وبعرف شو النتائج. وكمان يا هل ترى أنا بدي أحسب إذا فيت بهالحرب معه لوين واصل، أعمل حساباتي مظبوط، ما روح ساعتها استسلم من نص الطريق. بهالمطرح هيدا صارت التلمذي مش بس أنه أنا تلميذ واسم بيطلع علي اسم مسيحي، تعلمت شوية تعليم مسيحي، لا، التلمذي هي مشوار، هي مسيرة، هي قرار مناخده بحياتنا أنه أنا تلميذ الرب، بتعلم، بقعد، بخطط، وبتبعه إلى الصليب ومن بعدها إلى الملكوت. هيك ساعتها بنهاية هذا النص بيقول الملح إذا فقد طعمته ما بيقله عازي. نحن إذا فقدنا طعمتنا، إذا فقدنا طبيعتنا، إذا فقدنا هويتنا المسيحية، ما عاد بيصير في طعم لألنا، ما عاد بيصير في إلنا دور. مش هيك عطول بنحافظ على هالهوية، هلا الطبيعة الإلهية المزروعة فينا والطبيعة الإنسانية نكون عم نحافظ عليها ونعيشها، ساعتها نكون عم نكبر كلمة الله فينا وعم نثمر وعم نعطي طعم للحياة، مش بس لألنا، للآخرين. هيدي دعوتنا، نحافظ على الملح يلي فينا، أو نحن الملح، نحافظ على حالنا، نحافظ على هويتنا، ونكون عم نشتغلها وعم ننميها تتكون عم تعطي الآخرين. هيك ساعتها كمان مثل ما قال أنتم ملح الأرض ونور العالم، ساعتها الملح بيطيب والنور بينور، ساعتها بتعطي للحياة رؤية أخرى وطعمي أخرى. بهالإيمان هيدا أختي الأحبة ننهي مع كلمة قالها نابليون بونابارت، إنه المسيح هو مش إنسان عادي. بيقول إنه أنا وغيري قيصر وكتير من القواد حكمنا بلاد كبيرة كتير، ولكن حكمناها بالقوة. أما المسيح هو أبعد بكتير من هيك، هو الإله يلي حكم باسم المحبة، ما استعمل القوة، استعمل المحبة، ما استعمل خداعات وبرمى وغلط العالم وأخدوا على مطرح غلط، بالعكس حط كل شيء مكشوف باسم المحبة. كان قائد عظيم، قائد عظيم للملايين، ولكن كمان لقلوب زرع فيها المحبة تبعته إلى الأخير. وهيدا نحن جزء من هالعالم، هيدا
نحن عنا دور كمان نكون عم ننشر هالكلمة تتكون عالم أكثر عم تلحق القائد الأوحد يسوع المسيح. والله معنا.